So baby skin cells وليه نقيت الـ terminology لأنه هي trademark procedure إلي baby skin cells لأنه نحنا الكل إذا بتشوفي حتى الدعايات بنحط دعايات بودو بيبي يعني baby skin كرمال نقول إنه نحنا بدنا هالaspect اللي هو fresh one color نفس الوقت هيك بتحسيها healthy so هيدا اللي الكل بده إياه. So how to achieve baby skin cell, how to achieve the baby aspect. Baby aspect أكيد is say lifestyle. So من شرب الماء من الكريم كل هالأمور. وين بيجي دور البيبي سكين سيلز؟ بتجديد الخلايا. تجديد الخلايا تنعمله بالشكل الصح عايزين ستيم سيلز بكل بساطة. وستيم سيلز هو هلا مستقبل الطب يعني اوريدي بلش باختصاصات كتير تطور الستيم سيلز وهلا فات على مجال التجميل بآخر تقريبا 4-5 سنين.